أكوان الله وآياته أفاق النور وبركاته مرج البحرين بحكمته لا يبغي ملح وفرات خلق الأكوان وزينها أضواء النور وسبحات وجبالا أرسى بقدرته زرع وثمار ونبات أحوال الخلق يدبرها شهدت بالجود الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرحب بكم في هذا اللقاء الإيماني المبارك من سلسلة آيات للموقنين، نتأمل فيها أسرار هذا الكون وكيف أن الله سخر السماء لنا. فالله تبارك وتعالى قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. غلافنا الجوي أيها الأحبة عجيب جدا، ويتألف من 7 طبقات يتفق مع الرقم 7، وهي ليست هي السماوات 7. الله تعالى قال: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فطبقات غلاف الجو 7 ليست هي السماوات 7، بل إن الغلاف الجوي مع المجرات مع الكون المحيط بنا هو جزء صغير فقط من السماء الدنيا. نحن لم نرى بقية السماوات، فقط نرى جزء من السماء الدنيا. الآن أيها الأحبة، لدينا آية عظيمة في القرآن يقول تبارك وتعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. لقد تبين للعلماء أن الأرض لها مجال مغناطيسي قوي جدا. هذا المجال المغناطيسي لم يوضع عبثا، إنما يتصدى للأشعة الكونية التي تخترق هذا المجال وتنحرف عليه. المجال هذا أيها الأحبة كما نرى أمامنا ينتج بسبب النواة الحديدية الضخمة للأرض في مركزها، وبالتالي أثناء قدوم الرياح الشمسية القاتلة والأشعة الحارقة والجسيمات الكونية يتصدى لها هذا الغلاف ويحرفها، ولا يدخل إلى أجسامنا إلا الضوء النافع. وبالتالي فإن هذا الغلاف الجوي يقوم بعملية فلترة وتنقية وتصفية، يختار لنا فقط ما ينفعنا من هذه الأمواج الضوئية. كذلك فإن هذا الغلاف الجوي يرجع إلينا المطر. يعني أنت عندما تتأمل دورة المطر تجد أن بخار الماء يصعد للأعلى ثم يعود على شكل مياه، إذن هي عملية رجع، دائما يرجع المطر إلى الأرض. كذلك الأمواج الكهرطيسية والراديوية تنعكس على حدود الغلاف الجوي أيضا. سبحان الله، الله تعالى ذكر هذه الحقيقة بقوله: والسماء ذات الرجع. تأملوا يعني دقة القرآن الكريم. الله عز وجل سخر هذا الغلاف الجوي ليرجع لنا المطر ويرجع لنا الموجات الكهرطيسية. لذلك نحن اليوم لولا هذه الميزة لم نستطع أن نتواصل بوسائل الاتصالات الرقمية، ولم نستطع أن تبلغنا إشارات الراديو وغير ذلك في كل مكان، لأن الأرض كروية. فعندما تنطلق موجة كهرطيسية من مكان
بث إذاعي مثلا تستفيد من خاصية الرجع الموجودة في الغلاف الجوي لتنعكس إلى مكان آخر أيضا فيسمعها سكان الأرض حتى في الجهة المقابلة. آيات للموقنين. كذلك هناك رجع للحرارة، يعني تصوروا لو أن الأرض ليس لها غلاف جوي في مواجهة الشمس لكانت درجة حرارتها مئات الدرجات المئوية، ولكن من فضل الله أنه زود هذا الكوكب بغلاف جوي يرجع المطر ويرجع الأشعة الضوئية أيضا التي تنعكس وتعود لكي يصبح النهار مضيئا، ويرجع أيضا الحرارة. يعني عندما نتأمل هذا الغلاف هو غلاف عجيب جدا. نحن نعلم أن حرارة الأرض متعادلة، يعني على سطح القمر تبلغ درجة الحرارة على أحد وجهيه أكثر من 100 درجة، وعلى الوجه الآخر أقل من 100 درجة تحت الصفر بسبب عدم وجود غلاف جوي. كذلك عندما هذا الغلاف يعكس هذه الحرارة يبقي جو الأرض متوازنا وفق معدل درجات حرارة مناسب لك أيها الإنسان، مناسب لطبيعة جسدك. ولو أن هناك خللا حدث في عملية رجع درجات الحرارة أو انعكاس درجات الأشعة الحرارية فإن الأرض سوف تلتهب وتصبح فرنا ملتهبا، وبالتالي سيحترق الإنسان سبحان الله. إذن من الذي ضبط درجة حرارة هذا الغلاف بهذا الشكل الدقيق؟ ومن الذي أحكم بناء هذا الغلاف لكي لا يقع ويسقط أو يزول ويتبخر؟ إنه الله تعالى الذي أقسم بهذه الظاهرة وقال: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الحقائق العلمية والإيمانية، وأن يجعلها وسيلة يهدي بها من يشاء من عباده. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آياته للموقنين رتلت ذكرا مبينا، شمسه بالنور تسري جل من أجرى العيون، أبدع الأغصان فضلا، أنبت الحب الحصينا، أجرى بحرا عند بحر، برزخ الآيات فينا، مالك الأقدار ربي سامع.